يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تحسين الصوت في الأذان كتحسين الصوت في قراءة القرآن؟ يجب أن يؤد، يعني يستحب أن يؤدى الأذان بصوت طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام، قال له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك، فدل على أن الصوت الحسن مطلوب في الأذان، لكن لا يكون فيه تلحين مبالغة أو تمطيط كالأغاني، هذا لا يجوز. نعم.